مساء الخير متابعي اليوم السابع، معكم عزوز الديب هنا مع صوت جميل، صوت عذب، صوت الابتحالات من داخل الأراضي الزراعية. هنتعرف بيه وهنسمع صوته. تعرف بحضرتك رجب ميهوب عبد الحافظ، مدرس علوم القراءات والتجويد بالأزهر، والأرض دي بتاعتي وابني عامل فيها منحل. عم رجب، عايز نسمع صوتك. ماشي، توكلنا على الله، اتفضل. قصدتك يا إله العرش أدعو، قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام، وليس سواك للمضطر عون إذا نزلت، وليس سواك للمضطر عون إذا نزلت به الكرب العظام. فيا أحباب المصطفى، فيا أحباب رسول الله، صلوا صلوا عليه، إن الصلاة على النبي دواء. عايزين ناخد منك بقى حياة قرنية، حياة الجو، صح كده؟ نسمع صوت التجديد، صوت الصور اللي عطيتها الكوثر، العظمة في الخلق، العظمة في الناس. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. صدق الله العظيم. ماشي.
يا من يجيب العبد قبل سؤاله، يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجود للعاصين بالغفران. وإذا أتاه الطالبين لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. تديني فرصة بس اشرب بقمي. جاب حالكم شايفين متابعين صوت العزف. عبد رجب تسلم ايديك صوتك الحلو. الله يكرمك يا اخي. أعوذ بالله من على عيد الأضحى طبعا عايزين نسمع منك كلمة عبد رجب الكوثر كل عظيم خلق العظيم الناس كل الله أحد. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أنا بشكرك، بشكرك لأن سيرتنا مع صوت عز، صوت جميل، عبد رجب.